مرحبا بالليل فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير وبركة من هنا من ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة، على بركة الله تعلن بداية انطلاقة شوطنا التاسع، وهو شوط مخصص للإبكار اللي جاية من مسافة 5 كيلومترات ضمن تحديات هذا السباق المحلي السادس، حيث نتابع انطلاقات هذا اليوم الخاصة لسن اللي جاية، ونتابع المركز الأول في هذه اللحظات من تفتتح الإذاعة وتنطلق في هذا الشوط المميز. نتابع الأول المراكز، الشايب المبارك بن سعيد بن عبد الله العسكري ضيف عزيز قادم من سلطنة عمان الشقيقة للمشاركة في ميدان الشحانية، مرحبا بالضيوف. نتابع ثاني المراكز، تكريم لعلي بن حمد بن علي بن حمد العطية يتواجد مع ثاني المراكز، بينما المركز الثالث نتابع القادمة والمنطلقة مع ثالث المراكز، الوصول من قبل بلشة لراشد بن حزام بن راشد بن عبد الله الزعبي، يتواجد شعار الزعبي في ثالث المراكز، مقدم لنا بلشة. بينما المركز الرابع الوصول من قبل تاريخ لحمد بن محمد بن حمد البريد المري، يتواجد مع رابع المراكز، بينما المركز الخامس في ختام نيدان الأول شرف لحمد بن محمد بن عبد الهادي المري، يتواجد على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء ومتابعينا الأفاضل أينما كنتم من هنا من ميدان التحدي، تابعنا هذا الشوط وتابعنا تحدياته المميزة مع النداء الأول، ونعود مباشرة لنتابع الصدارة والتغيير اللي طرى وجرى على مقدمة الشوط. نتابع الصدارة والمركز الأول، من خطفت المركز الأول، نتابع على أول المراكز مشاهدي الأعزاء، تكريم لعلي بن حمد بن علي بن حمد العطية مع أول المراكز، بينما المركز الثاني وصلت في هذه اللحظات وتقدمت فيه تاريخ لحمد بن محمد بن حمد البريد المري، شعار شديد يتواجد مع ثاني المراكز من خلال انطلاق التاريخ، بينما المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات الشايبة مبارك بن سعيد بن عبد الله العسكري قادم مع ثالث المراكز بانطلاقة الشايبة، بينما المركز الرابع نتابع شعار الزعبي مع بلشة لراشد بن حزام بن راشد بن عبد الله الزعبي، يتواجد على مستوى المركز الخامس، بينما مناير في المركز الخامس بشعار اللورد عبد الله بن ناصر بن سعيد بن محمد العيدة، ولكن يتدخل في هذه اللحظات شعار القمرة، شعار السندباد القطري مع هزامة سعود بن صالح بن حمد القمرة المري، بمتابعة بن جهويل من يتابع هذا الشعار المميز. وهنا أيضا الدخول السريع من قبل شموخ للسيد حمد بن سهيب بن عبد الهادي بن حفار المري. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء، ونعود مباشرة إلى البداية ونتابع الصدارة والمقدمة. تكريم مشاهدي الأعزاء تريد أن تكرم في هذا الشوط، إن واصلت على هذا المشوار وهذا التحدي الرائع بشعار العطية، علي بن حمد بن علي بن حمد العطية يتواجد على المقدمة والصدارة، بينما المركز الثاني هزام للسيد سعود بن صالح بن حمد القمرة المري، يتابع وينطلق في ثاني المراكز وغير مباشرة إلى المركز الأول، بينما المركز الثالث نرى المتابعة من قبل جبارة شعار بالعرج سالم بن سعيد بن جابر الجربوع المري، يتقدم في هذه اللحظات مع ثلاث المراكز. المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات الجزيرة عبد الهادي بن راشد بن علي المري مع المركز الرابع. المركز الخامس نتابع مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الأفاضل، رجة صالح بن هادي بن علي البريص المري يتدخل، وهنا أيضا شعار بن طفلة يتقدم من خلال هذا التحدي الكبير، من خلال تواجد معزة محمد بن عبيد بن مسعود العذبة
المري، ولكن نعود إلى البداية، نعود إلى الصدارة والمقدمة، نتابع المركز الأول. هزامة، هزامة على البداية، هذه هزامة بشعار السندباد القطري، سعود بن صالح بن حمد القمرة. المري يتواجد على الصدارة، ولكن القادمة، القادمة الجزيرة، عبد الهادي بن راشد بن علي المري مع ثاني المراكز. ومن الجانب الآخر جبارة، جبارة تنطلق بشعار بالعرج، سالم بن سعيد بن جابر الجربوعي. المري مع ثلاث المراكز، بينما الدخول في هذه اللحظات من قبل معزة محمد بن عبيد بن مسعود. العذبة المري، بدأت حرارة الشوط ترتفع مشاهدي الأعزاء. نتابع المركز الخامس، رجة صالح بن هادي بن علي البريص. المري، ولكن نعود إلى البداية، نعود إلى الصدارة، إلى شعار السندباد القطري. السيد صالح بن حمد القمرة يتقدم من خلال هزامة بشعار سعود بن صالح بن حمد القمرة على البداية، يتواجد في هذا التحدي. ولكن المركز الثاني، نتابع رجة صالح بن هادي بن علي البريص. المري مع المركز الثاني، ولكن القادمة، القادمة والمنطلقة مشاهدينا الأعزاء، الجزيرة لعبد الهادي بن راشد بن علي المري. وهنا أيضا الدخول السريع، تاريخ تعود مرة أخرى لتعلن التحدي والإثارة في الأمتار المميزة. هذه تاريخ حمد بن محمد بن حمد البريدي المري، يتقدم في هذه اللحظات مع كيلو المتر الأخير إلى المركز الأول. نتابع الأسماء، نتابع الشعارات، هنا الوصول في هذه اللحظات من قبل الفلوجة حمد بن سعيد بن علي الجربوع المري. ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى الإثارة، إلى الأمتار المميزة، إلى الأمتار الخطيرة. هذه تاريخ على البداية، تاريخ على المقدمة للسيد حمد بن محمد بن حمد البريد المري. ولكن شعار القمرة مع ثاني المراكز، مع هزامة سعود بن صالح بن حمد القمرة. المري ركز يا بن جهويل مع هذا الأداء المميز، ولكن تاريخ على الصدارة، تاريخ مشاهدي الأعزاء، تنطلق في هذا التحدي. والشعار هذا تاريخ في عالم رياضة سباقات الهجن، شعار البريدي حمد بن محمد بن حمد البريدي المري، يتواجد على الصدارة. ولكن الله يا هزامة، هزامة مشاهدين الأعزاء، تعود إلى المنافسة، تعود إلى التحدي، وتنطلق مع المركز الثاني. ولكن تاريخ وهزامة، اللحظات الأخيرة، اللحظات الحرجة ما بين تاريخ وهزامة، ولكن هزامة، وهنا أيضا تاريخ مع البريدي، وهزامة مع بن قمرة، ولكن هزامة، هزامة على الصدارة، وتاريخ اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة. نتابع تاريخ على الصدارة، هذه تاريخ مشاهدي الأعزاء، تنطلق بالمركز الأول وتختطف هذا الشوط. تهانينا للسيد حمد بن محمد بن حمد البريدي المري، سلامي البريدي على هذا الأداء. مع تاريخ المركز الثاني، هزامة للسيد سعود بن صالح بن حمد القمر. المركز الثالث جاءت فيه رجة لصالح بن هادي بن علي البريص المري. المركز الرابع، يا مرحبا باللي الفلوجة لحمد بن سعيد بن علي الجربوع المري. وخامس المراكز وصلت في مشاهدي الأعزاء، سمحة لحمد بن علي بن راشد المري. نعود إلى التوقيت الزمني مشاهدي الأعزاء، ولحظة وصول تاريخ إلى خط نهاية صاحبة إنجازات وعوايد. تهانينا وناموس للبريدي حمد بن محمد بن حمد البريدي المري على فوز تاريخ بالمركز الأول. 7:39 و87 جزء من الثاني هو توقيت تاريخ. تهانينا وناموس للبريدي على هذا الإنجاز. المركز الثاني، هزامة سعود بن صالح بن حمد القمرة، والتوقيت الزمني 7:39:99 جزء من الثانية هو توقيت هزامة صاحبة المركز الثاني. المركز الثالث، معزة أو رجة للسيد صالح بن هادي بن علي البريص المري، والتوقيت الزمني 7:43:43 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لجميع الفائزين.